هنعمل حبة كسكسي ليبي. طيب عندنا اللحمة بتاعتنا بتتسلق وهنحمر او هنعمل كسكسي بشوية زبدة او سمنة. زبدة او سمنة كتر خيركم طبعا، يعني الواحد يعني مش عارف قد جمالكم فين. يعني كده حطينا الكسكسي بتاعي وهسقيه بالشوربه بتاعته، شوربه اللحمه اللي حدايل اهي. حبه ملح بعد كده هسيب الشوربه بتاعتي زي ما بنعمل الرز. عايزه مفلفل، ما بقاش معجن ولا ميته ياما كده. فين بيت الزبدة اهي. كده البصلايه اصفرت، حطينا معاها. انا بعمل بطريقه حلوه جدا غير الطريقه اللي هي التقليديه بتاعت ليبيا، لان هيقول لك انت بتقلدنا. ليبيا بعمله بصل ترنشات كده او سلايس وبيصفروه، بيدوا له شويه كركم وبعد كده بيحطوا معاه الحاجات بتاعته كده. هنا اهو ادي حمص، ادي هريسة مع الشطة، وادي صلصة. انا مش عايزه يبقى صلصته كتيرة لان هو باخد كركم بس انا بعمل حاجات جديدة اهو. ياخد بقى بطاطا، ياخد بطاطس، ياخد جزر، ياخد كوسة، بس كله متقطع تقطيعة كبيرة اهو. ياخد بتنجان برضو كده اهو. نصلي على الحبيب. بعد كده نحط معاه اللحمة عشان ناخد طعم اللحمة. ادي كمان بتنجانية. صلي على حبيبي سيدنا محمد. ادي اللحمه بتاعتي. شويه من الشوربه نقلب كله مع بعضه. شوية ملح، وادي كمان شوية فلفل حرقين اهم. اهو وشوف بقى الكسكسي بتاعنا بيقول لي بوظته ولا لسه؟ قول له لا لسه اهو. بصوا مفلفل اهو، اهو مفلفل يا باشا اهو. شايف عامل ازاي؟ وادي في ليبيا بحطوا زبيب